مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات، نباتات البرية ونباتات الزينة. عندنا اليوم نبات أبو طليون، قال لنا نبات أبو طليون من جنس نبات أبو طليون أو قرقدان ثنائي الهوية. اسم النبات هذا ثنائي الهوية، بيدا تانتوم. نوع نبات ينتمي لجنس البطوليون من فصيل الخبازية، ينتشر في كثير من البلدان شبه الجزيرة العربية وشرق لشمال غرب الهند، الصومال، جيبوتي، وإريتريا، يعني آسيا وأفريقيا. عشبة من الفصيلة الخبازية، نبات عادة يستخدم تقريبا في المشاة الزينة، يعني لزهوره الصفراء الجميلة. هي عشبة شجرية ارتفاعها تقريبا إلى متر واحد أو أكثر، أيضا وأحيانا أيضا تدي بشعر طويل بسيط يترك طويل، عنق نصل بيضوي على نطاق واسع، يعني نبات مشعر شوي بشكل خفيف كثيف. تستخدم أحيانا كنبات زينة للجمال، زهورها الصفراء. ما في كثير معلومات عن هذه النبتة، بس يوجد الوصف والاستخدام، وصفه فرديناند دوفون وأشيل ريتشارد. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام.